أرجف وأدور عالدفاع، الظلم مر وظالمني ضيع وعودة والوفاء، قلبي مثل طير حزين النور بعيون انطفى، شايل بإيدي هالفنا بداتي ودنيتي، وشوق المشاب دمي وصار، شوق المشاب دمي وصار. ممكن تجاوبني يا صافي؟ ليش لما شفت هالصورة خفت؟ أنت تعبان؟ تريدنا ناخذك المستشفى؟ هذه صورة فنان قديمة، ممكن تخبرني قصتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تسكتي يا أسماء؟ تقول اتصلوا فيك وخبروك بالموضوع، يعني خلاص صرنا بخطر. لا يا جماعة، لا تخليني ازعل منك. اللي صار في خطر هو انت، انا بعيد كل البعد. بس انا وانت، لا تخلي راسك براسي يا جماعة. هذه غلطتك بروحك، ومع هذا أنا مثل ما وعدتك أوقف معك وبحميك. بس عندي شرط. إيش شرط؟ على كيفك، المهم تخلصني من هالورطة. وانت تعرف عندي زوجة وعيال وما لي بحد غيري. انا ما طلبت منك تقتل، لا، ان شاء الله الامور ما توصل لهذه الدرجة.
بس ممكن تشغله في أمور حياته وتخليه ينسى أمور العمل على طول. ولو أني مو فاهم شيء، بس من اللي في بالك؟ أنت تعرفهم يا جماعة، واحد واحد، وممكن تشوف منهم اللي هو كسبان واحنا الخسرانين. تقصد صافي؟ تمام، يعني عقلك لا زال يجمع، ما متأثر بالحادثة الأخيرة. بس كيف وانا عايش برعب؟ انساه الرعب، انساه، هذا اذا سويت اللي انا ابغيه. والجماعة اللي هددوا برضيهم ودللهم ونسيهم كل اللي صار. لا تحتار، الموضوع كله يبغي له شوية تفكير. الموضوع أكبر من كذا. وأنا متأكدة يا عمتي، الموضوع ما موضوع ورد وصورة، الموضوع أكبر من كذا بكثير. صافي وين الحين؟ نايم بغرفته. نزيل، بروح أشوفه. حمود انت هني؟ هي انا هني، خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا سايره اشوف صافي واشوف ايش قصته. خير ايش في صافي؟ لا يكون جاينا تهديد بالظرف. الله يهديك بس يا حمود، خليني اروح اشوف الاول بعدين اخبرك. زين، سير شوفي. الله يستر، الله يستر. معقوله؟ يعني ممكن يكون جاينا تهديد من واحد من المنافسي؟ أنا ليش ما فتحت الظرف عشان أشوف إيش فيه؟ آه يا أيوب، آه، انتظرت كل هالوقت علشان فهد يتصل يبادر يخبرني بإيش اللي صاير، وخاصة تهديده لنبهان الأوراق اللي سرقها، لكنه ما اتصل، ما اتصل يا أيوب، ما اتصل. هدي نفسك، هدي نفسك يا أستاذ عبد القدير. فهد هذا إنسان صغير وبيظل صغير، بس أنت لا تزعل نفسك. أيوب أنت ما فاهم شيء يا أيوب، فهد هذا صاير بالنسبة لي مشكلة من نوع خاص،
فهمت؟ وانا اعرف اصلا انه صغير وبيظل طفل صغير وعصفور صغير بين ايديني. بس يا ايوب، النار، النار اللي بتنعش صدري، كيف واحد صغير مثل هذا الولد يكسر كلامي ويستغل اسمي ويهدد بالتجار؟ لا يا ايوب، لا، ما راح اسكت على هذا، ما راح. يا فهد. اخيرا جت فلوس. ما لنا معك حاجة، مفاضين. شفت يا أيوب، شفت بعينك فهد صار ما يرد علي؟ أنا عبد القدير يا فهد، لكن ما عليه، ترد بطريقتي. اهلا وسهلا استاذ نبهان، انا كنت متوقع انك بتتصل بي. الحمد لله بخير. من عيوني وين انت؟ تامر امر. طيب، مع السلامه. ما قلت لك يا صاحبي، الجماعة خايفين منا ومستعدين بأنهم يتفاهموا معنا، أقصد معي. فهد، لا تخليني أندم لأني خبرتك باللي صار بيني وبين جمعة. أنت قصدك لما جمعة اختطفك وقتل لك رجال؟ الرجال ما قتله أحد، موته كان قضاء وقدر. أما مسألة خطفي فهذا صحيح. إذا بما أنك صديقي فأنا من حقي أني أدافع عنك وأحميك. بعدين أنت مرخيص، أنت رجال. رجال. ليش ما تريد تخبرني؟ ليش أنت زعلان؟ أسمى تقول لي أنك زعلان؟ يا أمي، أنت ما تعرفي أسمى وهواجيسها. طيب، وصورة الفنار القديم؟ أنا ما منزعج من صورة الفنار. اللي يزعجني من اللي يبعث لي ورد ويطلب مني أتذكره ويرسل لي صورة فنار. شو يقصد؟ تهديد؟ إنذار؟ بصراحة ما أدري. يمكن يا ولدي يمزح معك. ليش يمزح معي؟ أنا طفل يمزح معي؟ القضية كبيرة وأتمنى يكون ظني خطأ.
صافي، ليش انت ساكت؟ وبعدين انا امك، اقرب الناس لك. اي والله اقرب الناس لي، لكن ابوي حمود. وش المطلوب يا استاذ امان؟ يعني نضرب ثلاثة عصافير أو أربعة بحجر واحد؟ ممكن أعرف إن هذول العصافير؟ ما جاوبت؟ لأن تعجبني هذه الأسئلة دليل على موافقتك وحماسك معي في العمل. أنا أتحمس اللي يدفعك. أدري بك تريد تطلع لفوق، هذا حقك، لكن كل شيء في وقته. في وقته. بس اللي ما تعرفه عني يا أستاذ نبهان إنه أنا صبري ينفذ بسرعة. هذا الكلام تقول لغيري، أنا لا. لازم تحاسب نفسك قبل تطلع أي كلمة قدامي. هذا عبد القدير، ما اريد ارد عليه. وش يريد عبد القدير؟ ما اعرف، من زمان ما تواصلت معه. بس ليش ما انت في الموضوع؟ ما احضر شي خبر ولا بتعرف نبهان على حقيقته. اذا سألك كله عمل جديد في المقاولات. صافي، انت وين رايح؟ انت تعبان؟ لا تعبان ولا شيء أسمى يا بنتي، خليه يروح ويباشر شغله، عنده مسؤوليات عن الغيرة الزايدة. يا ولدي يا صافي، أنا بغيتك في موضوع. يا ابو صافي، موضوعك عندي انا. يما ما عليك منه، ابوك اقول لك كلمتين وبيصدقني ما يكذبني. سير انت باشر شغلك. يلا انا اذنكم. الله معك. ايش فيكم تطالعوني كذا؟ انت متأكدة ان الاستاذ صافي راح يداوم اليوم؟ طبعا متأكدة استاذ جمال، بس اذا حضرتك عندك شغل تقدر تطلع تخلصه وبعدين ترجع. لفضل اني انتظر. فيض، فيض، لو سمحتي. لو سمحتي يا ماجد، تراك سببت لي إحراج. أرجوك اسمعيني. شكلك نسيت إن إحنا بالجامعة والناس كلها. أنا ما يهمني الناس، اللي يهمني طلب وحيد وبسيط، وبعدها ما راح تشوفيني في هذا المكان. خير؟ يعني ليش الواحد لما يطلب عنوان بيت الإنسان اللي دخلت قلبه من أول ما سمع صوتها؟
أنا آسفة، بس أسفي عليك، أسفة على الوقت اللي فكرت فيه في يوم الأيام إنك ممكن تكون شريك حياتي، لكن تأكد إنك بعتني برخيص يا ولا خلاص بمحيك من ذاكرتي، سمعت؟ بمحيك من ذاكرتي. أنا؟ وش معنى أنا؟ أنت تشتغل عند الأستاذ نبهان، ونبهان حاطك إيده اليمين، مو شايفة غريبة شوي؟ وصلنا للطريق مسدود. إيه وصلت لطريق مسدود، بس أنت تشتغل عند نبهان مو شريكة. أستاذ صافي، أنا أقصد من الأستاذ نبهان ما يبغى يعرف أن العمل إذا ما كانت على ورقة بيضة ونية صافية ما راح ينجح، وأن الله سبحانه وتعالى ما راح يبارك فيه. وانت عكس مبادئ الأستاذ نبهان تماما يا أستاذ صافي. وش اللي مصبرك معاك لهالمدة؟ قلت يمكن بكرة يتوب، بس الظاهر نطباع سيئة وما لها علاج. وعلاج انك تشتغل عندي. انا صاحب خبرة إدارية والكل يتمنى اني اشتغل عندك، وبصراحة انت الوحيد اللي كنت صاحب مبادئ وقيم واللي اتمناها تكون عند جميع التجار، وهذا السبب اللي خلاني أجي عندك وأعرض عليك إني أشتغل عندك. بس اللي أعرفه إن ظروفك المادية لا غبار عليها. أنا مشتريك يا أستاذ صافي، وإذا بتبيعني. بس الإنسان لا ينباع ولا ينشرى يا أخ جمعة. عليك العشرة لا تنطقين اسمي على لسانك، وعلى فكرة أبوي ياما حضرني منك، تدرين ليش؟ أنا بقول لك ليش، لأن أبوك ياما ضر ناس بالسوق وخارج السوق، أكيد أكيد ما غريبة عليك. عموما مبروك. الله يهداك بس يا يوسف، أوقف وقول لي الصاير إيش فيك؟ تسألين إيش فيني وهو باعني برخص الأثمان؟ سرق حلمي، سرق طفولتي ودنيتي، سرق الروح وخلاني جسد يتحرك وفي ألف طعنة وطعنة، لكن نفذ صبري وما عدت أقدر أتحمل أشوفه، ما أتحمل أشوفه. ايش صاير؟ ليش معصب؟ ما في شيء عمتي فريدة، هلا مرحبا. يوسف يا يوسف، ايش في يوسف طالع معصب؟ ايش اقول لك يا فضيله، مليت 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 يا فضيله. ايش اللي صاير؟ ايش اقول لك، ايش اقول لك يا فضيله، نسيت ان نار الكراهيه والحقد مهما طفيتها مهما طفيتها بتجي يوم وبتشتعل.
عدم تصديقك لي يا أستاذ نبهان هذا غير مبرر، والسبب أنه جمعة اشتغل عندك، وشيء أكيد أنه بيخبرك عن كل شيء. بصراحة أنا من زمان ما أثق بجمعة، شغله ما يعجبني، لذلك طردته، وجمعة نفسه لازم يثبت كلامه حتى أنا أكون في جانبه. ونطلب عشان أعطيك لازم أشوف الجثة بعيني. بس أنا ما أعرف المكان. وأنت تعتقد أن هذي تفوت على نبهان؟ أدري أنك ما تعرف المكان، لكن عزيز الضحية الثانية يعرف المكان. إذا كان على هذا فهذا الموضوع سهل، بس ما تكون على أنه جالست بس وتكون ولا ما تكون، هذا من حقي. إذا كان جمعة سوى هذا الشيء أثناء ما كان يعمل عندي وثبت هذا الشيء والدليل ثابت، راح تحصل أكثر من اللي في بالك. بس معناته أنه يكون معانا ويشوف الجثة معنا أيضا. الموعد بكرة. خلينا نتعاون من برا لبرا. أنا بصراحة ما أقدر أشغل واحد كان محسوب على واحد من منافسيني، وأعتقد أنت فاهمني. فاهمك يا أستاذ صافي، وأنا أشكرك على كل حال، بس عندي طلب بسيط. محتاج فلوس؟ أنا صحيح محتاج فلوس، بس ما تعودت أخذ من أحد حتى منك، وتعودت أني أخذه لازم يكون له مقابل. وشو المقابل؟ ساعدني بيع مزرعتي. انت عندك مزرعة؟ للأسف ما قدرت ازرعه لان حالتي المادية هاليومين تعبانة، قلت ابيع المزرعة بشوف لك احد يشتريها. انا بصراحة ما اعرف قيمة المزارع اللي ناس مزرعتي، وبما انك انت تاجر عقارات ممكن تساعدني بالموضوع وانك تبيعها. خلص خليني افكر ويصير خير. ترى أتمناها لك، أنت تستاهل. حدد موعد المعاينة. بكرة ممكن؟ يصير خير. بعدك للحين جه المكان يا تركي، الله يرحمه كان يحبك. لو كنت أعرف السباحة كان. لا تلوم نفسك يا تركي، لا تلومه.
بس مثل ما اتفقنا موعدنا بكره. استاذن عنك. والله صرت ما ترد على اتصالاتي يا فهد. نسيت عبد القدير؟ عموما شفتش كثر اني انا انسان راقي واحترم الناس ولا شخصين بس؟ شخصين يخطفوك ويودوك خلف الشمس، تعرف ليش؟ علشان تنطق وتقولش اللي بينك وبين لبهان. ما بيننا الا كل الخير. بعدين تبغاني انا اكون في الشوارع كذا لا شغل ولا مشغله؟ طيب وشو طبيعه العمل هاللي بينكم انت وياه؟ خبرتك يعني مقاولات وعقارات و بعدين نبهان اصلا فرد جمعه وانا احاول ان اكون سكرتيره وهذه يعني السالفه كلها. لا طيب وش اللي يضمن لي انا انه كل اللي قلته مو كذا؟ امكانك تسال نبهان وتتاكد. اسال نبهان؟ روح يا فهد روح روح. بس يا ويلك يا ويلك لو يصير شيء من وراي وتاكد اني راح اعرف. روح يا فهد روح. خلاص انا اصلا بكون في حالي وما اريد منك اي شيء استاذ عبد القدير. وسالفه السيارات هذه نحن ودرناها، بس تاكد يعني لو رجعنا لها ما بيكون عندنا الا الاستاذ عبد القدير. طيب روح يا فهد روح وتاكد انه انت بنفسك بترجع لي، لاني انا اعرف من نبهان وغيره. بس احذر انتبه انه هالكلام يطلع لحد اللي صار بيننا. روح. متأكد من أن جمعة راح عند صافي عشان يشتغل معه؟ إيه طال عمرك متأكد 200 200. طيب خلوه تحت عيونكم هاليومين إلين أتأكد، فهم؟ إن شاء الله.
تتوقع لما تشوف صورة الفنار ما تنام الليل وتنسى حتى شغلك، لكن الظاهر انه ما همك احد ولا خايف من احد بعد. استاذ صافي، في واحد برا يقول لنا يبغى يشوفك. ما قال من؟ ما قال، يقول خليها مفاجأة. والله مبين هالأيام كلها مفاجآت. عندي مكالمة أخلصها ودخليه. خلينا نشوف شو هالمفاجأة. حاضر استاذ. أبو فدوى، أخبارك؟ أريد أسألك عن أسعار المزارع هالأيام. لا لا، بس احتمال أشتري مزرعة، وبصراحة أنا ما أشتغل في المزارع، أنا أشتري الأراضي وأبنيها وبعدين أبيعها. تمام. تمام. هاي نقود، اتصلتي فيه؟ شلون اتصل فيه يا فضيل؟ تلفونا كله مقفر. ما عليه، لا تخافين على يوسف، يوسف ريال وما ينخاف عليه، وبعدين يوسف ما راح يسوي شيء غلط. أدري يا فضيلة، أدري إن يوسف ريال ما ينخاف عليه، لكن ترى يوسف تعب ومل. يا رب ترد لي وليدي، يا رب ترد بالسلامة يا رب. أنت كيف تصدق واحد مثل نبهان؟ هذا هو وجمعة يرسموا الخطة وينفذوها مع بعض. أنا آسف يا فهد، المزرعة اللي شافتها عيني ذيك الليلة ما راح أسير لها. طيب ممكن تجلس نتفاهم؟ أنت يا فهد جالس تلعب بالنار، راح تحرقنا معاك. قليل، شو صاحبنا شكله بيضيع علينا المبلغ. انت ليش ما قلت كم المبلغ؟ انا اني متأكد انكم ما بتقدروا له هذا المبلغ. ولو 100,000 ما راح اسمع كلامك ولا كلام المجرم نبهان.
150,000 ريال. 150,000؟ بكرة ما راح أضحك عليها وراح تندم على اليوم اللي شافتك فيه. أما ماجد هذا لا يمكن أوافق عليه. تعرفي ليش؟ لأنها أبوه جالس على جبل شاهق ويشوف على الناس وكأنهم أقزام. انت بعد الصغيرة لما تكبري بتعرفي ايش معنى لعبة اصول الحياة. امسحي هذه الدموع الغالية. أسمع، كلميني واشرحيني وخبريني كيف صورة الفنار بالضبط؟ خلي أبو المفاجآت يدخل. تفضل. أنت؟ شو؟ اطلبوا منك تراقبني داخل المكتب؟ يا حبيبي روح العب بعيد ولا أقول لك؟ تعال قعد. أنت مبين عليك من الناس اللي ظلمهم الزمن ومحتاجين كم ريال. قبلك يجوني كثير وما قصرت معاهم. تعال تفضل. ليش واقف؟ ما عرفتني يا صافي حمود.